بكبسة واحدة بس صار بإمكان أي مواطن أو أي مكلف ومن خلال موقع الإلكتروني الجديد لوزارة المالية www.finance.gov.lb الاطلاع على موسوعة التشريعات الضريبية الممكننة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة أو Legislation Fiscal TVA يلي بتتضمن قانون الضريبة على القيمة المضافة وجميع المراسيم، القرارات، التعليمات، التعاميم، الآراء الاستشارية والإعلامات الخاصة بالTVA اللي بتساعد على الالتزام الضريبة. هالموسوعة الإلكترونية بتخليك بكبسة واحدة بس أنك تختصر الوقت لتحصل على أي نص قانوني بعدة معايير بحث. بيكفي أنه تحط رقم، تاريخ، نوع النص أو أي كلمة أساسية keyword لتكون المعلومات الضريبية كلها بين إيديك، وهيك بتكون مطلع على كل النصوص القانونية. ومباشرة من وزارة المال بدأ اللجوء إلى الوسطاء أو المكاتب الخاصة، وبالتالي بتجنبك تدفع أي غرامات ناتجة عن أي تطبيق خاطئ للقانون. وتدريجيا رح يتم تحديث المعلومات على الموقع الإلكتروني وإضافة جميع النصوص القانونية حتى تضم سائر أنواع الضرائب، وبيصير لكل ضريبة تشريعاتها على الموقع الإلكتروني لوزارة المال. موسوعة التشريعات الضريبية الخاصة بالTVA عبر موقع وزارة المال فرصة جديدة لكل مواطن حتى يعرف حقوقه كما واجباته، وفرصة لمزيد من الشفافية والمعرفة بمجال التشريعات الضريبية. مع التطبيق الجديد الخاص بالتشريعات الضريبية المالية كلها صارت بين إيديك.